تعزيزا لفكرة إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، أطلق المجلس الأعلى للمرأة برنامج الحقيبة التوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. هذه الحقيبة التي تم تطبيقها في 10 مدارس حكومية تحتوي على 3 كتيبات تقدم للطلبة والطالبات مجموعة من المعلومات الخاصة بمبادئ حقوق المرأة في البحرين. وللتعرف على دور هذه الحقيبة في توعية النشء تنقل لنا الزميلة خولة لجرانيس تفاصيلها في سياق هذا التقرير. برنامج الحقيبة التوعوية المدرسية مبادرة أطلقها المجلس الأعلى للمرأة بهدف توعية طلاب المدارس بمفهوم إدماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال 10 مدارس أعدادية موزعة على جميع محافظات المملكة الأربع. بالنسبة للحقيبة التوعوية، المجلس حالياً يطبق الحقيبة التوعوية الخاصة بالمدارس، وهذه الحقيبة جاءت كتوصية من الملتقى المرأة والتعليم الأول اللي عقد في 2015 برعاية صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقرينة عهد البلاد، وبحضور أيضا سعادة وزير التربية والتعليم. فكان من نتائج الملتقى التوصية بنشر ثقافة مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في المدارس، فتم إعداد هذه الحقيبة اللي تحتوي على 3 كتيبات. المدارس المختارة شكلت فرق عمل ولجان متخصصة لتطبيق الحقيبة التوعوية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، كما أعد الفريق خطة زمنية بالأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها ليتم بعد ذلك تقييم تجربة تطبيق الحقيبة التوعوية المدرسية عبر استبيان يوزع على الطلاب لقياس مستوى الوعي لديهم. طبعا بنطبق احنا النظام على صفين من ثالث اعدادي، حوالي 60 طالب تقريبا. طبعا عيننا احنا منسق وعيننا لجنه متكامله لتطبيق الحقيبه خلال فصل دراسي كامل، وفي نهايه الفصل باذن الله بنشوف مدى الاستفاده للطلبه جميعا. الحقيبة التوعوية المدرسية تحتوي على 3 كتيبات، واحد منها حول المجلس الأعلى للمرأة والثاني حول النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص، فيما يحتوي الكتيب الثالث على الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية مع التركيز على أثر الاستقرار الأسري. تونا مخلصين الاستبيان القبلي مال المحاضرة وعطونا الحقيبة، وبصراحة ألوانها حلوة مشوقة. الحقيبة تعلمنا عن حقوق المرأة، وإن شاء الله المرأة راح تحصل كل حقوقها مع الرجل وراح يصير تكافل بيناتهم. يذكر أن فكرة الحقيبة التوعوية جاءت تنفيذا لتوصيات ملتقى المرأة والتعليم الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتترجم الجهود التي يبذلها المجلس في مجال الارتقاء بالنشء. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.